الثامنة في استديوهات قناة الموريتانيا، نشرة الأخبار الرئيسية ستتابعون فيها. العاصمة نواكشو تحتضن اجتماعا تحضيريا لطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب المقرر انعقادها منتصف شهر فبراير القادم. وزير الصحة يتفقد بعض المصالح التابعة لقطاعه في ولاية العصابة ويدعو باجتماع بمدينة كيفا إلى المزيد من المثابرة والحرص على أداء العمل بالشكل المطلوب. جولة جديدة من المحادثات الرباعية في كابول سعيا لإحياء عملية السلام في أفغانستان. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا مع الشركاء الفنيين والماليين لبلادنا، وذلك تحضيرا لطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب التي ستنعقد منتصف شهر فبراير القادم. ويهدف هذا المسار إلى تعبئة الاحتياجات التمويلية لخطة العمل التشغيلي الأولي بل الأولى من نوعها في قطاع الشباب والرياضة. تهدف الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترقية 2015-2020 إلى تفعيل مساهمة الشباب من خلال تغييرات نوعية في تنمية البلاد وتعزيزها. وتتضمن برامج الاستراتيجية 64 عملا بغلاف مالي يصل إلى أكثر من 43 مليار أوقية، موجهة بالأساس إلى المشاريع البنيوية والمبدعة كالاستقلال والدمج وتشغيل الشباب، دعم ومواكبة قدرات الفاعلين، ترقية الشباب والحياة الجمعوية، وتشييد البنية التحتية السوسيو التربوية. من المصادقة على هذه الاستراتيجية تترجم وعي السلطات العمومية بالدور الذي يمكن أن يطلع به الشباب في عملية التنمية، وذلك لمكانته المحورية في النهوض بالأمم وتقدمها. لقد تجلت الأهمية الممنوحة للشباب من خلال إقامة مشاريع هيكلية في مجال البنى التحتية الرياضية والشبابية، وتخصيص نسبة ثابتة من العائدات الجمركية لدعم القطاع، وإعطاء الأولوية لدمج الشباب وتشغيله، والعناية بالتكوين الفني والمهني، والعمل على تمهين التعليم العالي ومحاربة البطالة في الوسط الشبابي. وقد توجت تلك الإنجازات والإصلاحات بإنشاء مجلس أعلى للشباب مؤخرا. وزيرة الرياضة والشباب السيدة كومبابا استعرضت خلال الاجتماع التحضيري للطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة محاور الاستراتيجية التي من بينها على سبيل المثال رهانات الاستراتيجية، الرؤية والمبادئ والأهداف، وخطة العمل التنفيذية والميزانية. وبينت السيدة كومبابا أن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة تشكل مقاربة شاملة وتشاركية لتطوير الشباب في مجال القيم المدنية الوطنية وخلق الظروف الملائمة لدمج الشباب وحمايتهم من الممارسات والسلوكيات وتعميق قيم المواطنة لديهم. وفي ختام عرض الاستراتيجية أمام ممثلي الهيئات الدولية وهيئات التمويل والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول الاستراتيجية، رد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على مختلف المداخلات، مؤكدا مضي الحكومة في تلبية ما يحتاجه المشروع التحديثي الوطني من موارد بشرية ومادية سبيلا إلى خدمة الوطن والمواطنين. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ولاية العصابة، حيث تفقد وزير الصحة بعض المصالح التابعة لقطاعه في مقاطعتي كنكوسة وكيفا، واطلع السيد الوزير على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الطبية في هاتين المقاطعتين، كما عقد اجتماعا بالأطر والعاملين في المؤسسات الصحية بمقاطعة كيفا. استهل وزير الصحة الزيارة التفقدية التي يؤديها لولاية العصابة بزيارة المركز الصحي بمقاطعة كنكوسة، وتجول الوزير رفقة والي ولاية العصابة والسلطات الإدارية والأمنية داخل أجنحة المركز، مطلعا على المعدات المتوفرة في هذا المركز والخدمات التي يقدم للمواطنين بمقاطعة كنكوسة. وتلقى الوزير شروحا مفصلة من القائمين عليه حول الأنشطة التي قام بها المركز لمواجهة الأمراض الموسمية وفقا لبرنامج صحي متكامل خلال سنة 2015.
بعد ذلك وصل وزير الصحة لعاصمة الولاية مدينة كيفا وتفقد بها منشآت صحية، بدءا بالمركز الصحي في المدينة الذي تجول به الوزير مطلعا على النواقص التي يعاني منها هذا المركز والخدمات التي يوفر للساكنة في المقاطعة والبلديات التابعة لها، متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على المعدات المتوفرة بالمركز وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية في أقرب وقت ممكن. المستشفى الشهوي بولاية الأعصاب كان المحطة الثالثة من هذه الزيارة التفقدية، واطلع الوزير بهذا المركز على أقسام الحالات المستعجلة والمركز المخصص لنقل الدم بهذا المستشفى والمستودعات الصيدلية التي توفر كميات الأدوية المستخدمة في هذه المؤسسة الصحية الهامة على مستوى المنطقة الشرقية. وتلقى الوزير في مختلف أجنحة هذا المستشفى شروحا مفصلة حول الآليات المتخذة من طرف القائمين عليه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه الولاية، كما اطلع وزير الصحة كذلك في هذه الجولة على المباني الجديدة لمركز الاستطباب الوطني بمدينة كيفا والتي تضم غرف مخصصة للحجز وأخرى للحالات المستعجلة، بالإضافة إلى معدات حديثة مجهزة في هذه المنشأة الصحية الجديدة التي أنشأتها الدولة ضمن سياستها اللامركزية في القطاع الصحي على مستوى الولايات الداخلية. وعين الوزير عن قرب اكتمال الأشغال الجارية في هذه المباني المخصصة لمركز الاستطباب الجهوي بولاية الأعصاب. المدرسة الوطنية للصحة على مستوى هذه الولاية كانت من بين المنشآت الصحية التي زارها الوزير ضمن هذه الجولة التفقدية، وبعد وصوله مباني المدرسة تفقد الأقسام الدراسية واستمع لشروح مفصلة حول الدروس المقدمة بهذه المؤسسة، ليترأس بعد ذلك اجتماعا مع طلابها وطواقمها أكد فيه على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتوفير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ولاية الأعصاب. نقولكم أن أوقات المداومة لابد منها احترامها، التسيب واللامبالاة ما هم مقبولين ولا هم لا يخلقون إن شاء الله. قضية صيانة التجهيزات وصيانة البنايات مسألة بالدرجة الأولى مسؤولين عنها المسيرين، وبالدرجة الثانية مسؤولين عنها أيضا العمال. افتتحت صباح اليوم ورشة وطنية لتطوير تفكير حول مواجهة آثار ومخاطر التغيرات المناخية في المناطق الشاطئية وفي ولاية حوض نهر السنغال. الورشة أنجزتها منظمة العمل من أجل البيئة بالتعاون مع وزارتي العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والبيئة والتنمية المستدامة. وأطلع رئيس منظمة العمل من أجل البيئة السيد محمد فال والبوموزونة المشاركين في الورشة على المراحل التي قطعتها المنظمة في البحث عن تمويلات لصالح التكيف مع التغيرات المناخية. مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أكد في كلمة افتتاح الورشة على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية وما ينجر عنها من كوارث ومشاكل بيئية. يطيب لي أن أشرف معكم اليوم باسم السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على هذه الورشة المنظمة من طرف منظمة العمل من أجل البيئة للتفكير حول آليات مكافحة آثار ومخلفات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية وحوض نهر السنغال. وما لا شك فيه أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا أساسيا في التخفيف من وطأة التغيرات المناخية وما ينجر عنها من كوارث ومشاكل بيئية. وبهذه المناسبة فإنني أثمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والتنمية المستدامة لدعم المجتمع المدني، كما أتقدم بجزيل الشكر لمنظمة العمل من أجل البيئة على هذه الورشة المهمة، ومن خلالها أشكر كافة الشركاء الذين دعموا من قريب وبعيد هذا الإنجاز.
الحكم بعزل الأدخنة من مخازن للأعلاف تعود لشركة سونيماكس بمقاطعة السبخة ألحق ضررا بالمواطنين من جيران هذه المخازن. وقد قامت مفوضية الأمن الغذائي وشركة سونيماكس والحماية المدنية ببعض الإجراءات من أجل نقل هذه الأعلاف ووضعها في أماكن أكثر أمانا. من بعيد تتراءى هذه المخازن وقد تكدست أمامها شحنات من الأعلاف والجرارات تضع أحمالها بطريقة عشوائية، مشهد يبدو مألوفا، لكن دخول سيارات الإطفاء على الخط وتواغلها داخل هذه المخازن يثير الاستغراب والخشية. استغراب سيتبدد وخشية ستتعزز عندما تختلط خراطيم المياه بأعمدة الدخان المنبعث من داخل هذه المخازن. في الخارج لا يخفي الجيران التذمر والمطالبة بإزالة الضرر. احنا نعرف لأن هاي الأنقاض كان رايح بينهم بالدخان. قريب ما ثلاث أيام وأربع بعض سبرنا من الآفة قال بعد لا مزاد تقوم رايح تقوم مزاد. شمال. تو الزر كامل المول كان متعيط به، نحن المفروض الزر كنا متعيطين به. نهارنا هاي اللي شنو قايل عند وليك الدارات قايل عند بينا دشي قال الدخان. أنا ما نقدم شنو أنا يا جريت راسي يا زميلي. الجيران الأدنون من مخازن مجاورة طالتهم أعمدة الدخان ونالوا حظه من مياه الإطفاء فكانت الأضرار مضاعفة. هذه ركة اللي مطروحانه ضغط بينا إلى أقصى درجة، ضغط به المقازين بكل شيء ثمن الخسائر اللي صار لك فيه. شوف هذا قابلين له بنات من التراب صابينهم علي متلقين الدم، وشوف هذا القمح اللي تراعي فيه هو خاسر. الدخان ضررنا منه عاد ترون البومبي عاد تجيك تبلو عاد تكب لي هون ياسر من الماء ودخلنا الماء وضيع علينا القمح وخسرنا ياسر من الخسارة مالي. مفوضية الأمن الغذائي عزت القضية برمتها إلى أن هذه الأعلاف الموجودة بهذه المخازن تتكون من مواد تتحلل بفعل الرطوبة نظرا لكمية الغازات المرتفعة فيها مما يؤدي إلى احتراقها. العينة من المواد اللي هي المواد العلف الحيوانات طبيعتها أنها تتحلل في بعض الأحيان تعود الرطوبة مرتفعة في بعض المناطق اللي رطبة، وهذا ما وقع في المخزون علف الحيوان الموجود في مخازن سونيماكس اللي موجودة قرب البحر، لأن احنا عندنا مخازن في الداخل إذا ما وقع فيه. حسب الخبراء يوقع للعينة من مواد الأعلاف نظرا لكمية الغازات المرتفعة فيها. من خلقة هذه الحالة اتخذنا عدة إجراءات منها نقل المخزون إلى أماكن آمنة وضعي يتم السيطرة عليه. دور تعودوا شفتوا الإجراءات اللي انقبضت، على كل حال في كميات وأمنت اللي صالحة والكميات اللي تم اشتعالها وسيطر عليها، لأن احنا فهم تعامل مستمر بين مفوضية الأمن الغذائي وشركة سونيماكس والحماية المدنية. في المخازن تحفظ الأعلاف وبالهواء النقي يحفظ المواطن حياته، فلا مجال للمقارنة ولا ضرر ولا ضرار. يشكل شاطئ المحيط الأطلسي وجهة مفضلة لبعض المواطنين والأجانب للاستجمام وقضاء أوقات الراحة بعيدا عن ضوضاء المدينة خاصة في فترات المساء. ورغم ذلك من الملاحظ عزوف أغلب المستثمرين عن تنفيذ مشاريع سياحية تمكن من استغلال هذه المقدرات السياحية وكذلك تقدم خدمات تساهم في جلب السياح إلى هذه الشواطئ. تحرير. على رمال تداعبها أمواج المحيط تعودت أم الخير قضاء أماس رفقة العائلة، هنا يستمتعون بمنظر البحر ونسيمه، وعلى هذا الأديم الأزرق يرمون أعباء المدينة مستبدلين وإن للحظات صخبها وزحامها بهدوئه. مشهد لم يمنع جماله أم الخير أن تأسف للغياب شبه المطلق للاستثمارات السياحية على الشاطئ. الناس اللي يبقي البحر ما شاء الله ويبقي جوال البحر بيهون دائما أنا وعيال الحمد لله ما شاء الله مرتاح. يقين مختاروا ياسر بعد من شي التطور عودون على الشاطئ مثلا عود فيه من أول شيء، ونفس الوقت مالي عود فيه بريدك مشاريع سياحية عود كي مثلا بيدها فيها ظل فيها شي وكوها قد ورقاجي قاعد أمونك هو وقاعد عن الشمس بعد وعود تركهم مالي جابرين بريدة يلعبوا فيها بريدة ذكية عود متطورة شوي وما شاء الله بحارنا زين ما شاء الله.
سحر المناظر على الشواطئ يجذب الكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها، لكن إقامة مشاريع توفر خدمات ضروري لزيادة الإقبال. نحن البحر هذا زين ما شاء الله، ياتنا يعودهم فيه سياحة حقيقية، يعودهم فيه مدرستو في الليل، يعود فيه ديمير، يعود لجانب فروع عدلوا عندنا السياحة. إطلالة بحرية تتجاوز 700 كيلومتر تحظى بها موريتانيا، فرصة يعتبر الكثيرون إهدارها من طرف المستثمرين عائقا أمام تطور قطاع السياحة، ما يحول دون دخوله عاملا فعالا في التنمية الاقتصادية للبلد. في الشأن الثقافي، نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مساء أمس في نواكشوط ندوة علمية حول كتاب الحركة الفكرية في بلاد شنقيط حتى نهاية القرن 18 للميلاد لمؤلفه الدكتور عبد الودود والعبد الله. وأكد رئيس المركز الدكتور محمد سيد أحمد فال بوياتي في كلمة له بالمناسبة، أكد أن الكتاب من خلال المواضيع التي تناولها يعتبر رافعة أساسية للثقافة الموريتانية، حيث تناول تاريخ البلد ما قبل تأسيس الدولة، وأبرز أن الكتاب من بين الإصدارات الجديدة الجادة الحرية بالمناقشة على مستوى رفيع من قبل الباحثين والنقاد. وقد ساهم عدد من الدكاترة والباحثين في شرح المواضيع التي تضمنها الكتاب موضوع الندوة. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى الأنباء الدولية ضمن هذه النشرة، حيث التأمت في كابول بأفغانستان مباحثات رباعية لإحياء عملية السلام في هذا البلد الذي يعيش منذ أزيد من 10 سنوات حربا مدمرة تسببت في غياب الاستقرار وتدمير البنية التحتية. وتجري هذه المباحثات في غياب حركة طالبان التي قاطعت هذا الاجتماع. جولة ثانية من المفاوضات واجتماع رباعي الأطراف يبحث في كابول أبرز الملفات التي ما تزال عائقا أمام الدخول في حوار جاد بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية. مباحثات اليوم التي غابت عنها طالبان وحضرها مفاوضون من باكستان والصين والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى سياسيين من البلد المضيف أفغانستان، تركز على رسم خارطة طريق يأمل الحاضرون أن يوصل إلى سلام بين الأطراف يضع حدا لتوتر العلاقة بين بلد متهم بتوفير ملاذ آمن للمتمردين وآخر يعلن تشبثه بالحوار، ويدعو إلى تكثيف المفاوضات لطي صفحة خلافات الثنائية من سجل تاريخ البلدين الذي تأثر بعد ظهور حركة طالبان في 90ات القرن الماضي. إذن باقي الأخبار الدولية يأتيكم على شكل مختصرات، وتقودون هذه المختصرات إلى اليمن فإيران ثم تركيا. قالت مصادر إعلامية يمنية إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرون في تفجير قرب بوابة منزل مدير شرطة عدن العميد شلال شايع الذي نجا من الاغتيال حسب تأكيد المصادر، بينما قتل مدير شرطة البيضاء العميد عادل الأصبحي في انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته. وأفادت هذه المصادر أن 2 من حراس مدير شرطة عدن وتسعة مدنيين من المارة قتلوا في التفجير الذي نفذ بسيارة مفخخة صغيرة يقودها انتحاري، مضيفا أن 10 أشخاص أصيبوا وأن إصابة بعضهم خطيرة. نددت طهران بالعقوبات الجديدة التي فرضت الولايات المتحدة على برنامجها للصواريخ الباليستية معتبرة أنها غير مشروعة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن غير مشروعة لأن برنامج إيران الباليستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية. وبعد ساعات من إصدار الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا برفع العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 5 شخصيات و6 هيئات إيرانية. أكد مكتب حاكم إقليم كلاس جنوب تركيا مقتل امرأة وإصابة طالبة بعد سقوط صاروخ يعتقد أنه أطلق من سوريا على مدرسة في الإقليم، في وقت قالت مصادر عسكرية إن الجيش التركي رد بالمثل على تنظيم الدولة بعد إطلاق نار على كلاس. و
وقالت مصادر عسكرية تركية إن رادار الجيش التركي أظهر أن مواقع لتنظيم الدولة داخل سوريا أطلقت النار على بلدة كلس الحدودية الواقعة في جنوب تركيا، وأن الجيش رد بالمثل بعد إطلاق النار. وبثت الشبكات التلفزيونية التركية مشاهد أظهرت سيارات إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى المدينة. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ختام النشرة بالتذكير بالعناوين. العاصمة نواكشوط تحتضن اجتماعا تحضيريا لطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب المقرر انعقادها منتصف شهر فبراير القادم. وزير الصحة يتفقد بعض المصالح التابعة لقطاعه في ولاية الأعصاب ويدعو باجتماع بمدينة كيفا إلى المزيد من المثابرة والحرص على أداء العمل بالشكل المطلوب. جولة جديدة من المحادثات الرباعية في كابول سعيا لإحياء عملية السلام في أفغانستان. شكرا لكم وإلى اللقاء.